بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا في درس البلازا بروجكت. الفيديوهات السابقة بدينا بعمل موديلينج وكذلك عملنا اللايتينج. في الدرس هذا إن شاء الله حنعمل الماتيريالز. طبعا انا اشتغلت على الماتيريالز حنستعرضها مع بعض. كل ماتيريال على حدة. طبعا في البداية انا بس غيرت حاجة بسيطة وهي شكل الجلسات. هي عبارة عن كانت فقط بلين, فانا حولتها الى موديل لتعطي شكل حقيقي. انا عملت رندر الحقيقة بالنمذجة السابقة ولكن النتيجة ما كانت جيدة, اعتقد بسبب ضعف الخامة الموجودة. ما توجد عندي خامة اخشاب جيدة فاخذتها من موقع. طبعا بداية خليني استعرض موقع جيد جدا او ممتاز خليني اقول للخامات. الموقع هذا اسمه CG تكستشر, من افضل المواقع. طبعا مسموح لك في اليوم الواحد 15 ميجا, واعتقد انه رقم جيد. طبعا هو من المواقع اللي يعني مرتبة بشكل رائع جدا, يسهل عليك البحث اذا احتجت مثلا بريك او محتاجت مثلا كونكريت او فلورز. يعني في اشياء جميلة صراحة وموزعة بشكل رائع. ممكن يعني تاخذوا فيه جولة وتتعرفوا على المواد الموجودة. والجميل برضو يعني انه في مواد او خامات تكون ثلاثية الابعاد, فهذه يعني في التكرار حتكون جميلة جدا, افضل من المواد الاخرى. طبعا زي ما انتم شايفين السايزز الكبيرة تحتاج الى اشتراك في الموقع, ولكن احيانا احنا ما نحتاج الى ابعاد الصورة كبيرة. طبعا انا حملت خامات من الموقع هذا. اول خامة هي خامة الارضية. الارضية هي عبارة عن خامة رمادي مصفوفة بشكل بلوك. فخلينا نستعرض الخامة. هي الخامة بالبداية بالشكل هذا. فطبعا عشان نقسمها الى الوان ونفس الرسمة الموجودة في المشروع, فإننا نحتاج عمل بعض التعديلات على الصورة. زي ما انتم شايفين هو اللونين عندنا درجات الأبيض أو الرمادي الفاتح والرمادي الغامق. فالحصول على مثل هالخامة بسيطة جدا, يعني ما هي صعبة. أول شيء يعني الخامة الآن رمادي غامق, فممكن نفتح الخامة شوي بحيث تميل لدرجة اللون الأبيض. طبعا ما هو الأبيض الفاتح عشان ما يسبب لنا مشكلة في الإضاءة. بعد كذا ممكن نحن نروح نشوف وضع الخامة وكيف تقسيمها في مشروع الموجود عندنا. زي ما هو عامل يعني حتكون بخامة لون أسود بعدين اثنين أبيض بعدين أسود بعدين واحد أبيض. فهذه بسيطة احنا نسويها, فقط انه كل ما علينا ان نحدد مثلا انه هذه نخليها أسود, وممكن نعملها عن طريق البرايتنس والكونتراست. فممكن نغمقها ونفتحها حتى نحصل على درجة قريبة من الجري. زي ما قلنا لون أسود بعدين لونين أبيض وبعدين لون أسود وهكذا. نفس الطريقة
حتى نحصل على الخامة المطلوبة. طبعا يفضل انك تكون حافظ الارقام اللي بديت فيها هنا عشان تكون متقاربة مع اللي عملناها في السابق. بنفس الطريقة كذلك حتى نحصل على الخامة الموجودة في المشروع. طبعا انا عملت الخامة هذه، الخامة تقريبا بالشكل هذا بنفس التدرجات. والبمب طبعا طريقة انه نخليها الى اقرب لون ابيض، والسبيكلرز نخليها على اقرب للون الاسود. كيف نعمل هذه؟ طبعا هذه نفس الشيء بسيطة، عن طريق البرايتنس والكونتراست ممكن نحصل على جميع الخامات. اذا بغينا نطلع خامة البمب فاحنا نحول الشكل الابيض ونحفظها على صورة جديدة. خامة الانعكاس ممكن نعطيها درجة قريبة للأسود بالشكل هذا، بحيث تعطينا طبعا كل ما زاد الأسود كل ما زاد الانعكاس. يعني المنطقة هذه حتعكس بشكل شديد جدا، في المناطق الأخف هنا حتعكس أقل، والمناطق الأفتح تكون العكس فيها أقل. بعد ما نعمل هذه ونسيفها على JPG، نروح للمشروع وناخذ خامة الأرضية نسميها فلور، ومن الديفيوز نضع بيت ماب بالخامة اللي احنا حددناها اللي هي هذه. بعدها نطلع على الريفلكشن وناخذ خامة السبيكلرز اللي هي طالعة جري. طبعا دراسة الخامة بشكل صحيح، خلينا نكبرها. طبعا الانعكاس في الخرسانة ما هو زي المراية، ولا يكون مثلا زي الخشب. فأنا غيرت لون الريفلكشن جلوسنس وحطيته 0.7، وربطته بنفس الشيء في الهاي جلوسنس فأصبح مجموعهم 0.7. وعملت تشيك على الفريسنال، لأن الفريسنال هذا يعطي على حسب موقع الصورة. شوف بدون فريسنال ومع بعض وضع الفريسنال، طبعا فيه فرق كبير. ممكن طبعا نتحكم درجة فريسنال الـ IOR، بزيادة الرقم تزداد الانعكاس، وكل ما قل الرقم كل ما قل الانعكاس. احنا الآن حنثبت على 1.6 وحنزيد الصب ديفايز 32، هذه حنكون في الأخير. أنا ما حزيدها الآن، المفروض تكون 8، لكن في الفاينل ريندر لازم حتكون 32، ونشغل اليوز انتربوليشن. نروح على خامة البمب كذلك، ونضع الخامة البيضاء زي ما هي موضحة في الصورة، ونخلي قوة البمب 8، ما نحتاج بمب كبير لأن الأرضية يعني ما فيها بمب عالي في الصورة. كذلك ما نحتاج displacement، يعني أنا سويت رندر بدون displacement وأعطت نتيجة مقبولة نسبيا. بعد ما نخلص من عمل الخامة نحدد الأرضية. خليني أحدد الأرضية على سبيل المثال، ونعمل فوق الـ Editable Body نعمل خامة اسمها UVW Map. الـ UVW Map هذه تعطينا كيف نشكل شكل الـ يعني من غير الـ UV نقدر، أول ما وضعنا الخامة ظهرت بالشكل هذا. طبعا هي ضخمة جدا، فبعد ما نعمل UV ونحدد على التايلز اللي هي 20x20. طبعا ليش حطينا 20x20؟ انا كانت التايل كنت يعني بالاساس حاسبه 20 سنت،
فاللينث عندي هنا 0.2 اللي هو 20. طبعا بلاطة ال البيفمنت يعني فيه طبعا انواع مختلفة، فتتراوح من ما بين صغير الى يعني في بعض البلاطات ممكن تصل الى نص متر في 35. فاحنا عندنا البلاطة هذه تقريبا يعني لو اخذناها تو سكيل 20 في 50 زي ما هي موضحة. طبعا هي كسكيل مقبول جدا، فأخذنا السكيل على انها تكون 20 في 50 وحددنا البلاطات كاملة وطلع عندنا الشكل هذا. الخامة الثانية اللي هي خامة التراب مع الحصى مع بعض أوراق الشجر. لو نروح للتصميم مرة أخرى، في خامة هي مش أسفلت، هي عبارة عن سماد على أجريجيت على شوية ورق شجر. فأنا برضو حصلت على هالخامة من الموقع نفسه، يعني كثير أنا أخذ منه خامات، وحتى لو كان عندي مكتبة لكن يعني في الدروس هذه مفيدة جدا إنه الواحد يبحث عن الخامة. طبعا الخامة هذه بسيطة جدا، هي الخامة هذه نحط بيت ماب على الديفيوز وهي المابة نفس المابة هذه اللي هي تقريبا طالعة عندنا في السين، وكذلك ناخذ المابة بنفس طريقة الفوتوشوب ونعطيها لون أبيض ونقلل الساتوريشن حتى نطلع بالشكل هذا، بحيث انه المنطقة السوداء يكون فيها بمب عالي، المنطقة البيضاء تكون اقل بالبمب. الخامة الثالثة هي نفس الخامة البمب، حطيتها في الديسبليسمنت بدون تفعيل التشيك بوكس اللي هنا، لاني هستخدم V-Ray Displacement. طبعا V-Ray Displacement أخف على الجهاز في الريندر، ولكن لازم نأخذ بعين الاعتبار موضوع أنه تكون 2D. 3D سيسبب لك مشكلة في الريندر، ممكن يعمل كراش، فخليك على 2D دائما وأبدا. ونقوم بسحب الخامة ونحطها انستنس، ونحاول نحدد لنا كم نحتاج انه يرتفع، يعني الحصى ما يرتفع اقل من نص انش لانه صغير، يعني نتكلم عن 1 سنتي، فخلينا نقول 1 سنتي. طبعا خليها تحت اليوفي ماب، نبغاها تاخذ نفس التكستشر، وطبعا حتطبق على الجميع لانها هي يدة البولي واحد، فتاخذ نفس الماتيريال. الماتيريال الثالثة هي عبارة عن الماتيريال هذه اللي احنا عملنا لها موديلينج. طبعا انا قسمتها الى غامق وفاتح حسب ما هو موجود في الصورة. على الجري الغامق تكون شوية غامقة، وعلى الابيض حتكون فاتحة. فهذه بسيطة، ممكن تاخذ الشكل وتعمل تحديد للبوليجونز، ومن بعدها نعمل ديتاتش زي ما عملنا في الدرس السابق. طبعا الخامة هذه هي عبارة عن لونين، الغامقة والفاتحة. طبعا الغامقة احنا دائما انا احب استخدم اللي هو الكلر كوركشن، نعمل فيه تفتيح وتغميق للمادة، ممكن نغير لونها في طرق كثيرة، لكن هذا يعطيك خيارات جميلة جدا.
فاحنا نعمل في البيت ماب قبل ما نعمل بيت ماب، نعمل المابة اللي هو color correction. من الكلر كوريكشن ناخذ المابة اللي احنا حددناها واللي هي هذه المادة، هذه اخذتها من الموقع في منطقة الستونز. طبعا ممكن نتحكم في المادة او الماتيريالز هذه، بنعمل لها غامقة فاتحة عن طريق الخيارات هذه. في عدة خيارات حقيقة، في الساتوريشن، في البرايتنس، انا يعني عليت شوية البرايتنس، وفي الكونتراست اللي هو الفرق بين الالوان، يعني عندك لونين او ثلاثة فان الفرق يزيد. واخذت كوبي من هالمادة وحطيتها هنا، وكمان عليت بس انه خليته غامق. هي نفس المادة لكن زودت البرايتنس. طبعا المادة هذه فيها بمب، عملناه بنفس الطريقة، والبمب هذا حيكون هذا غاطس شوي وهذا حيكون مرتفع. ونفس الشيء عملناه، أخذنا البمب وعملنا له displacement on non check، وبعدها ممكن نعمل ال V-Ray displacement زي ما عملنا في المرة السابقة. نتأكد إنه 2D، ناخذ الماتيريال انستنت ونخليها نص سنتي. ليش ممكن انا اخطيت، خليها على هذه، هي اعتقد جروب، خليني افتح الجروب ونعمل V-Ray displacement. نرجع للماتيريال، نضغط حرف الام ونسحب المادة هذه وهي 2D ونخليها نص سنتي. نعملها تحت اليوبي، نعملها كوبي ونحطها في اللون الآخر بعد لأننا فصلناه زي ما قلت عشان نحصل على فارق اللون. ونحطها في نفس المكان، ممكن نعملها نستنس. طبعا المادة هذه تتكرر على جميع المواقع حتى نحصل على نفس الشكل هذا. طبعا الحقيقه يعني بالنسبه للفيري سوري اليوفي ماب، يعني هي بالنظر ممكن تشوف تقريبا عندي واحدة اثنتين ثلاث. وفي السين اللي احنا شغالين عليه تقريبا 4 إلى 3، فهي فقط بالقياس يعني ما فيها ستاندرد معين. الماتيريال الرابعة وهي ماتيريال الستانلس ستيل او خلينا نقول الالومنيوم، فهي مادة بسيطة جدا وعملها ما يحتاج اي بيت ماب. فانا اخذت لون تقريبا غامق جدا، خلينا نقول 10، وعملت ريفلكت 80، ولكن غيرت في القيمتين هذه لأنها مهمة جدا. كل قيمة لها دور كبير. هذه تعطيك دور إنه انعكاس الأجسام على المادة هذه، هل هي تكون بشكل كامل أو إن انعكاسها فقط جزئي. يعني حتكون زي المراية، لما نحطها واحد حتكون زي المراية، وكل ما قل الرقم يقل الانعكاس. الهايد جلوسنس هو عبارة عن توهج للانعكاس، فلو خليناه تقريبا 0.9
كيف، شوف كيف حيطلع، حيطلع تقريبا زي القزاز او الزجاج، وكل ما قلت القيمة كل ما اعطى توهج مختلف. فاحنا خلينا نقول، 0.6، لان نحتاج شوية انعكاس غير شديد ولكن انعكاس مقبول. نطبق الماتيريال على الثلاث كراسي او الجلسات. طبعا اذا كانت انستنت حتاخذ الماتيريالز دايركتلي. ويكون هذا يعني انهينا او انجزنا الماتيريال للستانلس ستيل. يبقى لنا بس الماتيريال الاخير وهي الخشب. الخشب طبعا انا اخذت ماده من نفس الموقع او ماتيريال بيت ماب، مره اخرى هذا الشكل البيت ماب. وفي البمب الحقيقة أنا ما كنت حاب أخذ بمب كبير، لأنه صراحة هي جلسة، والجلسة يعني في الصورة ما فيها بمب عالي، يعني شبه ناعمة. فأخذت الصورة ودخلت على الفوتوشوب وعملت خطوط سوداء في التقسيم طبعا بشكل عريض عشان تعطيني شكل تقسيم الخشب لما اعمل فيريا ديسبليسمنت. وفي المناطق اللي في المنتصف حذفت اللون الباقي، عملت له فيل بلون ابيض، لانه انا ما احتاج اي تفاصيل في اللقطة. فلو نروح نشوف البامب، هذه هي البمب نفس الصورة ولكن ما في أي ما تعطي خشونة أو عراميس في الخشب. طبعا نفس الصورة هذه حتكون للديسبليسمنت، لأننا نحتاج إنه هذا يكون غاطس الأسود والأبيض يكون بارز. عطيناها كمان في الريفليكشن نفس ما نفس الكونكريت، ولكن القيمة تختلف. وعطيناها كمان فريسنل. طبعا الماتيريالز غامقة، أخذنا نفس المادة وحولناها بلاك اند وايت. خلينا نشوف كيف حولناها، طريقة بسيطة جدا، تعلم أشياء بسيطة وتعطي نتائج مذهلة الحقيقة. على طول نختار adjustment بلاك اند وايت، خلينا نقول دارك، بعدين نحاول انه نزود شوية في الكونتراست والبرايتنس. اعطتنا خامة للريفلكشن، نخزن الخامة هذه او نعملها سيف وبنسميها ريفلكشن، وهي هذه الخامة. في النهاية يعطينا شكل يعني مقبول جدا. شوف الفواصل شكلها جميل، الانعكاس، الخشب. طبعا الخشب ما يعكس المواد بشكل كبير، عشان كذا احنا عليناها 0.65. وخصوصا اذا كان الخشب الخارجي، ممكن في بعض الباركيه والارضيات الخشبية تحتاج لمعة عالية، ولكن في الأخشاب هذه في الجلسات في المناطق الخارجية ممكن الحدائق، فما تحتاج انعكاس شديد لأنها دائما هي تعكس شيء بسيط جدا. طبعا الشيء الوحيد اللي اختلف هو إني أنا عملت موديل للخشب. الخشب كان في الأول بالشكل هذا، احنا ما عملنا له موديلينج، فكان هو عبارة عن بلين ما في اي حاجة. فانا طبقت عليه اللي هو الفيريا ديسبليسمنت، ولكن النتيجة ما اعطاني نتيجة رائعة مثل ما كنت اتوقع، لان الخامة ما هي جيدة جدا. ف
فاضطريت اني اعمل له موديلينج. طبعا عملت له بشكل بسيط جدا، انا بس حاعطيكم نبذة بسيطة كيف عملته. لو اخذنا الجلسة هذه عملنا منها كوبي هي في جروب، فحنفتح الجروب، حناخذ السطح العلوي هو اللي نحتاجه. طبعا اخذت بلين وعملت له في الهوريزنتال فقط عشان اقسمه عن طريق ال، وحاولت اعمل له روتيت بحيث انه يصل الى نفس المسافة اللي هي موجودة اللي هي تقريبا 8 سنتي. طبعا هي 8 سنتي، الخشبي احيانا يصل الى 15 سنتي، ولكن الخشب الخارجي الطريقة هذه ما يكون كبير جدا. فأنا حاولت إنه أخلي الميلان يعني يعطيني كل مربع، فممكن يكون بالشكل هذا. وخلينا نزيد من عدد السيجمنتس، نقول 50 50، نعمل زوم نتأكد إنه الروتيت ممتاز. خلينا ننزله شوية، يعني almost هذه المسافة، وهنا نفس الشيء، ممكن تحتاج شوية روتيت. طبعا هي بسيطة المسألة، ما هي صعبة. ف يعني تقريبا وصلنا إلى المطلوب. بعد كذا ناخذ الشكل هذا ونحوله إلى editable بولي، ونحدد البوليجون ونعمل له سلايس بلين. طبعا نحدد ال 2D على الفيرتكس، ما نحتاج الجريد ولا نحتاج الميد بوينت، ونعمل اقتطاع في كل جزء. فنبدأ بالشكل هذا، سلايس بلين. خلينا نقطع هو رافض، سوري مش سلايس بلين، كويك سلايس، عذرا. نضغط F2 عشان نخفي ونحدد. وهي صراحة شغلة ما هي سريعة ولكن دقيقة جدا، وحتعطي النتيجة المطلوبة. طبعا نكمل بالشكل هذا حتى نصل إلى الاقتطاع بشكل كامل. أنا ما حكمل كامل الاقتطاع، ولكن بس بأوريكم البداية. طبعا خلينا نقول إن عملنا الشكل هذا، بعد ما نخلص خلاص نعمل له ديليت، فيبقى لنا البوليجون بالشكل هذا. فاحنا ناخذه ونحدد نعمل له insert by polygon، ونعمل له بشكل صغير جدا 0.5 سنتي. ممكن حتى 0.5 سنتي كثيرة، يعني بالشكل هذا. هو معمول له طبعا شيل، المفروض ما يكون معمول له. وبعدها نسوي له ديتاتش، يكون عندنا الشكل هذا. بعد ما نعمل له ديتاتش بيكون عندنا الشكل مطابق للشكل هذا، عبارة عن ألواح خشبية يفصلها مسافة صغيرة جدا، نتكلم ممكن عن 1.5 2 سنتي. وتاخذ نفس الماتيريال بنفس ال اليو في ماب، اعتقد هي هذه الماتيريال اللي عملتها انا، ما في اي ماتيريال زيادة. الاشجار طبعا هي جايب ماتيريال،
فاحنا عرفنا كيف نغير لون اذا صارت الشجرة غامقة وفاتحة عن طريق ال color correction. طبعا نروح للكاميرا، والان نبدأ بضبط اعدادات الريندر. طبعا في البداية الواحد ما يبغى يعمل ريندر، طبعا هذه الاعدادات انا عملتها في النهائي، ولكن في البداية يفترض انه على حسب الجهاز اللي عندك، فاذا عندك جهاز جيد ممكن تبدأ 1/4 في الادابتف. طبعا احنا ما نحتاج الفيكست ولا ادابتف سب ديفيجن، الادابتف ممتاز جدا واسرع لانه في اماكن عندنا فيها تفاصيل واماكن لا ما فيها تفاصيل كثيرة. الجلوبال سب سبز مود خليه 1. طبعا انا عندي الفي ري 3.3 او 3.0، فاذا عندكم الفي ري القديم ممكن في اختلافات بسيطة. ماتيريال سكاي اللي احنا اخذناها قبل هي السماء، ناخذها نسحبها ونحطها في الانفايرمنت وكذلك في الريفلكشن. عملت الاكسبوننشال يعني يعطي في المناطق اللي الشمس تكون فيها ساطعة يمكن يعطيك يعني اخف لون، وعملت في الدارك عشان احصل على الظلال جيدة 1.3. سب بيكسل مابينج والافكت للباك جراوند. في الـ enable GI نفعل الـ GI ونخلي الـ secondary engine اللي هو الـ light cache. ممكن نعمله very low ونخليه 20/20. طبعا هذه كلها هتتغير في الريندر النهائي. طبعا show calculation show direct light. في الـ light cache نخليها 500 ونخليها 0.2 كذلك شو. هنا setting اعتقد كل ممكن نلغي هذه. طبعا هذه تعتمد على الجهاز، اذا جهازك بطيء ممكن تقلل الرقم. خلينا نعمل ريندر نشوف. طبعا يعني جودة الريندر اللي احنا عملناها مع انه تيست لنا جيدة جدا يعني او مقبولة، فهنا واضح لك كيف جل الديسبليسمنت بشكل رائع جدا. ما نحتاج نعمل ديسبليسمنت من الماتيريالز نفسها. حقيقة انا استخدم الفيري ديسبليسمنت بشكل كبير، دائما استخدم الفيري ديسبليسمنت. كذلك الماتيريالز هذه طلعت بشكل جميل جدا من الفيري ديسبليسمنت، اعطاها واقعية بشكل كبير. الفكرة في الخشب انا كنت ابغاه يعني يطلع بالشكل هذا عن طريق الفيري ديسبليسمنت، لكن التجربة يعني باءت الفشل ما كان يعني جيد، فحاولت اني اعمل له موديلينج. راح اوريكم في الاخير الصورة دي عن طريق الفيري ديسبليسمنت وعن طريق الموديلينج، والحقيقة فرق كبير بين الصورتين. اعتقد الريندر ممتاز جدا، اللايتس ممتازة، اضاءة الشمس شديدة زي ما هي موجودة في السين، يعني اضاءة عالية للشمس، الظلال داكنة. طبعا في اشياء كثيرة ممكن نرجع نعملها بفوتوشوب، لون السماد مع الاجريجيت يمكن هو اغمق كمان من اللي يعني موجود عندي، ولكن في النهاية احنا يعني حاولنا نطلع بشيء قريب جدا. شوف الارضية يعني طريقتها وتوزيعها تقريبا نفس الديزاين المعمول بشكل بسيط جدا، تغييرات الوان في فوتوشوب.
حصلنا على شكل جميل، انعكاس لمادة الستانلس أو الكروم، شوف شكله جميل، انعكاسه ما هو مراية 100%، لكن معطي توهج بسيط. أعتقد هذه الخامات اللي استخدمناها، أعتقد جميعها خرجت بشكل مناسب. البمب في الفلور شكله يعني مناسب جدا، ما نحتاج نعمله ديسبليسمنت من وجهة نظري، إلا يمكن إذا حناخذ لقطة قريبة من الفلور فممكن نحتاج ديسبليسمنت، ولكن في اللقطة البعيدة هذه أستبعد إنه إحنا نحتاج ديسبليسمنت. الألوان يعني جيدة نسبيا، ممكن بس نحتاج نعمل فوتوشوب شوي نغمق ألوان الظلال، نعطيها بعض التاتشز، وحتطلع إن شاء الله لقطة مميزة. طبعا هذه الآن في الريندر اللي هو ضبط الإعدادات الأولية، ما أخذت وقت كبير يعني. شوف بجودة مثل هذه وإعدادات بسيطة، ممكن يعني حتى ممكن ما نروح للجودة الأعلى منها، لكن يعني الاحتياط واجب. فممكن نعمل الريندر النهائي بشكل دقيق جدا ونزيد عدد كبير من الأوبشنز. شوف يعني سرعة ال، مع إنه فيه displacement كتير، فيه بامبس، إلا إنه سريع جدا. طبعا كذلك الفيريا الجديد يعني سريع جدا مقارنة بالفيريا القديم، الفيريا 2.5، أنا يعني لسه نزلت الفيريا هذا، وفرق شاسع يعني، ممكن فرق نص الوقت في سرعة الريندر. أنا عملت تيست بين الفيريا الأول والجديد، واتضح لي إنه في فرق يعني ممكن 40%. فهذا يعني جيد الواحد يحمله ويستفيد منه. طبعا بس بشكل سريع، طبعا خزن الصورة على جي بي جي، ممكن احنا عاملين بعد بعض الرفليكشن وهذا من عن طريق الريندر اليمنت، ناخذ صور عشان نعملها فوتوشوب، ولكن اعتقد السين ما يحتاج كثير. خلينا نرجع الان بس بإعادة ضبط الإعدادات بشكل إنها تعطينا نتيجة رائعة. خلينا نقول 3.9، خلينا الجلوبال سب ديفيجن نعطيه 2، الأريا أعتقد إنه ممتاز في اللقطات الخارجية، خلي ميديم، أنا أعتقد الميديم كافي وزيادة. خلينا نقول 80 و40، أعتقد ديتيل انهانسمنت ما نحتاجها لأنه ما في ديتيل كبيرة. خلينا نزيد إلى 1800، خلي 0.1 لي 16 في السيتينج، سبيسمنت جيد سيتينج. أنا ما ودي أزيد هنا أشياء كثيرة لأن صراحة هي تأثر بشكل كبير، أعتقد إن هنا أنا كفاية. ونعمل ريندر ونشوف النتيجة. أتمنى من الجميع إنه يعمل ريندر ويوريني الشغل، يرسل على الإيميل أو عن طريق في اليوتيوب يعطيني كومنتس. وطبعا أنا بس حبيت أوريكم فرق بين الريندر بدون ال يعني هذا الريندر، عملت شوية تاتشز في الفوتوشوب، شكله جميل، في واقعية، فرق كثير يعني الحقيقة. يعني أنا كنت عامل هذا، كنت حنزل الدرس عليه، لكن شوف شكل الخشب، أبدا يعني لا يمت في الواقعية بصلة يعني، مع إنه عملنا الخامة في الفوتوشوب وحاولنا إنه نضبط الخامة، لكن ما هي
بجودة الموديلينج. أتمنى من الجميع أنه يبدأ يعمل الموديلينج ويعمل اللايتينج والماتيريالز، وإن شاء الله نرى أعمال رائعة أفضل من العمل اللي عملته. يعني أنا بس كنت حاط العمل هذا للدرس، فممكن أكيد أنا متأكد أنه حتطلع بشغل أفضل من كذا. وفي الأخير أتمنى لكم التوفيق جميعا، وفي حال وجود أي استفسار يا ريت ترسلوا لي على الكومنتس في الفيديو أو على إيميلي الشخصي staraad@hotmail.com. شكرا جزيلا.